طيب وانا دائما نبدا كالعاده بحزمه افراحنا، وش عندنا من افراح اليوم؟ وحزمه الافراح هي جزء من الحب ترى، مليان الحزمه، بس حاولت ما اكثر لانه ايش يقولون دائما لما تعطي الناس طرف الفرح هم يكملون الباقي. طبعا سمو وزير الخارجيه يعلن استضافه المملكه العربيه السعوديه للقمه العربيه المقبله، وهذا يعني يدل على ثقل السعوديه انه القمه القادمه حتكون ان شاء الله في السعوديه. وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه تقدم بطاقه اسمها تسهيلات للاشخاص ذوي الاعاقه، واضافوا لها مؤخرا والاشخاص ذوي اضطراب التوحد. شوف مملكة الإنسانية بنتلمس هنا وهنا، استضافة قمة لاضطراب التوحد، شفت كيف من فوق لتحت كل الأخبار تكون مهمة. أيضا وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب تقريبا 2 مليون قرص من المواد المخدرة، والمهم في الموضوع أنه بالتعاون مع سلطنة عمان، وهذا تفعيل مجلس التعاون الخليجي. المركبة، هذا طبعا موضوع يزعجني أنا دائما، تشوف دائما السيارات اللي تمشي فيها عوادم عالية من التلوث، الآن المرور طلع المركبة التي تسبب تلوثا للبيئة أثناء سيرها يعتبر مخالفة غرامته تصل إلى 900 ريال. منصة أبشر، شوف تسهيل الناس وحياة الناس، منصة أبشر إتاحة تجديد رخصة المركبة عبر أبشر. والله هذه خدمات أبشر وغيرها، إني رحت اليابان ورحت أمريكا ما تلاقيها، ترى أبشر عندنا على مستوى العالم يعني ما شاء الله. أيضا شراكة استراتيجية، وهذا موضوع يهمني بحكم أني مهتم في القطط وما القطط، شراكة استراتيجية بين أنيوم وإمارة تبوك لتفعيل مبادرة كاتوك اللي هو مشي القطة. إيش المبادرة ذي؟ مشي لمدة 7 كيلومتر لنشر الوعي بالمحافظة على القطط البرية، أكثر من 40 نوع من القطط البرية للمحافظة عليها. الرياض تستضيف معرض تصاميم ذلاين على مدار 6 أشهر في الدرعية. بيان قمة الجزائر، الإشادة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة، شوف المملكة رائدة هنا وهنا وهنا. أيضا موسم الرياض يطلق تطبيق جوي أوردز اللي هو الجائزة للمشاركة، مشاركة الناس في اختيار النجوم وترشيحهم للجائزة، وهذا طبعا يعطي قيمة إيجابية عالية للحراك اللي حاصل في السعودية من حيث المنصات العالمية. لا وشفنا الحفل حق العام الماضي يعني كان، نعم كان واحد من أنجح، كان جميل، نعم من أكبرها وأضخمها على الإطلاق، ونتواصل ما شاء الله مواصلين الصعود. هذا منصة سكني، شوف الخبر ذا، منصة سكني تعلن عن إتاحة وحدات سكنية شقق بأسعار تبدأ فرصتين وانت 233,000 مع دعم فوري مقدم غير مسترد بمبلغ 100,000 ريال، ودعم عيني يخصم من السعر الأساسي للوحدة السكنية بمواصفات عصرية في بيئة سكنية متكاملة فيها جودة الحياة. فرصة لن تفوت. ارتفاع الأصول في صندوق الاستثمارات العامة إلى 2 تريليون، شوف 2 تريليون ما شاء الله، هذا اللي بيصير الصندوق السيادي رقم 1 في العالم، والأرباح 85 مليار، يا رب لك الحمد ولك الشكر. أخيرا خبر يمكن غرد فيه معالي المستشار، وأنا هذا يهمني من زمان، اللقاعات في الجزيرة العربية، تعرف الجزيرة العربية، اسمع الخبر، برعاية الترفيه شركة روتانا الرائدة في الموسيقى على مستوى الشرق الأوسط تنتج برنامج يعرض على شاشة روتانا للأستاذ محمد بصفر، أحييه فنان القدير، يشرح فيها الإيقاعات الموسيقية في الجزيرة العربية ويوثقها للأجيال القادمة، حيث تتجاوز الإيقاعات 3,000 إيقاع. معالي المستشار قال إنه بعض الإيقاعات ما يعرفها ولا 5 في البلد، قال أصابع اليد الواحدة. فما أسعدنا بهذه الحزمة التي تتراوح بين السياسة والثقافة والفن والرياضة والسكن والترفيه وكل الحمد لله. يعني الله يزيد من أفراحنا يا رب. آمين. بنروح الخبر